احتفلت مجموعة من الفنانات الجزائريات إلى جانب بعض من الفنانين باليوم العالمي لحقوق المرأة الذي يصادف 8 مارس بغية ترسيخ قيم الدفاع عن حقوقها والتعرف عليها. وحضر الحافل كل من الفنانة رادية عدة، الفنانة فاطمة زهر علاهم وفريدة كريم. نتابع المزيد في هذه التغطية لعبد الرحيم بنمري. بغنوا المرأة كل يوم عيدها، ماشي غير 8 مارس، بس بلا بازينا غير على 8 مارس خلاص ما واش عندنا نص نهار. احنا حبينا انه نوروا ان المرأة كل يوم عيدها، دونك ما درناش 8 مارس، درناه ما قبل، وما عرضناش غير نساء كاين رجال، لان فور ما المرأة بدون رجل ما تقدر دير والو. اليوم عيد المرأة، كي نقولوا عيد المرأة اللي هي عيد الأم، عيد الجدة، عيد الأخت، عيد الزوجة، هي الصح. وحنا توجور متواجدين في هذه المبادرات، راك تعرف لازم نحضروا معاهم بمناسبه عيد المراه. بيان سور نتمنى لكل جزائريات وكل نساء العالم نقول لهم بون فيت، وان شاء الله ربي ينعاد علينا بالصحه والهنا. ونقولها للمراه الجزائريه لازم نديروا اليد في اليد، افونسي اي فو با ركولي، وسوايي بوزيتيف. لازم نتعاونوا كامل ونديروا نواسوا بلادنا، بيان سور نعاونوا بلادنا ولازم نخدموا، يفو با نولوا اللورا كاع، ومام الرجال، باسكو المراه بلا راجل انا جوبونس با كيل بو فيغ كيلك شوز. انا يا مختصه في الحلويات التقليديه والعصريه وماما اللحات، نقول كل نساء الجزائر صحة عيدهم، كل عام هما بألف خير وراهم مشرفينا. قدمنا هذا ليفينمون على لوكازيون دو 8 مارس. كما يقول لك درناه في هاندي في ليدمود، فيه بزاف فنانين، فيه فنانه راضيه عدا، سيدي علي شلابالا، نازيم لو شونتور المتحدث، سيد احمد بالقاسم، الشاب سامير. دونك درنا هذا ليفينمون وان شاء الله يكون في المستوى، وان شاء الله يروح هذا الشعب كاع يروح راضي ويروح فرحان. هذا شرف ليا باش نكون في هذا الحفل العظيم اللي راهم فيه فنانين وفنانات كبار، باش نكون معاهم هذا شرف ليا. ونهار اليوم هذا عيد المراه، اليوم جيت باش نحضر الحفل تاع يوم العالمي يوم المراه، دونك صار ما في بليزير ديما حنا نشجعوا المراه الجزائريه والناس اللي تخدم. المراه راهي تطورت دوكا، راهم يخدموا، راهم كامل في التطور.